لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. فنانتنا الجميلة المتميزة دايما بإطلالتها متميزة. فنانتنا جميلة منى السلامة، ازيك؟ طمني الناس بقى عنك الأول. يعني قبل ما اتصل فول اللي هو عايش اتنفس برنامج واختفائك المخرج من 3 سنين. لا ده اكتر من 2016. انا اخر عمل عملته عائلة الحاج نعمان ده كان 2016 بالجزئين يعني، وما عملتش حاجه، بس بعمل برنامج حلو الكلام مع منال بيتذاع على صدى البلد وعلى دريم. برنامج بصي هو طبي على اجتماعي، على انا حبيت كده اعمل كولاج من بجرب نفسي. يعني مثلا اصريت على الفقره الدينيه مثلا، لان انا عايزه اناقش الدين المعامل ازاي، ونقتاد بسيدنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام والصحابه، ونشوف الناس دي كانت عايشه ازاي وبتعمل ايه وبتعامل ولادها ازاي وازواجها وزوجاتها والمحيطين والجار وكل الحاجات الانسانيه دي. لان احنا للاسف الشديد بيتلعب في دماغتنا بقالنا فوق 90 سنه بفكر مظلم، فعايزين ننظف بقى، وحقيقة هناخد وقت الحقيقة. في تعليقات اكيد بتيجي على ازاي بنتكلم في الدين، مثلا الشعر. طبعا انت حضرتك عارفه الناس كانت متدينه بطبعها، فتقول طب ازاي بتتكلمي في الدين؟ اكيد بتقابلك تعليقات. هي مش متدينه بطبعها، هي حشريه بطبعها، واخده بالك؟ انا قاعده قدام رجل دين وقاعد معاه وقابل هذا، وبعدين انا العلاقه دي علاقه بيني وبين ربنا مش بين اي حد خالص. وانت فاهمك لدينك بشكل وانا فاهمي لديني بشكل، فالمسألة كده. بس احنا لو نحترم عقيدتنا، ان كل واحد ليه عقيدته وليه فكره وانه ليه العلاقة الخاصة بينه وبين ربنا، هنرتاح كلنا. زي ما كنا على فكرة مصر على مر العصور، احنا دولة كوزموبوليتان. يعني احنا يعني لحد الخمسين، اواخر الخمسينات اوائل الستينات، كان مصر فيها الايطالي واليوناني واليهودي والمسيحي والارمنلي من كل، والفرنساوي. كنا هضمين كل الدنيا. مصر تم احتلالها عبر 7000 سنه من محتلين مختلفين، وتظل الهويه المصريه كما هي. فاحنا خايفين من ايه؟ للاسف الشديد الحاجه الوحيده اللي اثرت الفكر الظلامي، وهننفضه ان شاء الله، بس قعد يتبني عبر 90 سنه، اكيد هياخد وقت على ما ننفضه. وكلنا لازم نتكاتف في ده، لانه الدين في الاساس محبه، الدين في الاساس موده، الدين في الاساس رحمه، الدين في الاساس معامله. كل الظواهر بتاعه الدين ده مش الدين، لا يمت للدين بشيء على فكره. لانه ببساطه شديده، وده مش كلامي، لان انا يعني زي ما بقولك انا بأصر على الفقره الدينيه عندي في البرنامج. سيدنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في مكه كان بيلبس الجلابيه الطويله، لما راح المدينه اهل المدينه بيلبسوا البنطلون والجلباب القصير، فسيدنا النبي لبس عليه افضل الصلاه والسلام زي اهل المدينه، ما قال لهمش لا انا النبي وانا اللي جاي باللبس بتاعي البسه زيي. كل مجتمع ليه لبسه، واللبس في واقع الامر هو عاده في الاساس. المطلوب ايه من الرجل والمراه؟ الاحتشام. كل حد قال رأيه عبر العصور وعبر التاريخ وعبر دراساتهم على عيننا وفوق راسنا من جوه، لأنهم اجتهدوا وقالوا ووصلوا بآرائهم وفهمهم للدين بالنتائج دي. طيب الدين متجدد، يعني حضرتك أنا لما بقرأ المصحف كل قراءة وكل ختمة أنا بشوف الآية بشكل مختلف، بشوفها بمنظور مختلف، وحتى جنبي المعجم. ايه الجمل الكلمة دي معناها ايه؟ تحمل معنى واثنين وثلاثة واربعة، وبأيد خلاص ما بقتش اسلم دماغي لحد، وأيد وتفكر، لان ربنا قرآننا قال تفكروا وتدبروا، اتفكر وتدبر ثم اسأل اهل الذكر. بقى انا فهمت الآية بالمعنى ده يا جماعة، فهمي ده صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، اوكي برافو عليك. لا مش صحيح، ليه؟ عشان 1 2 3. طب ما ممكن كذا ونصل لنتيجة. هاخد اجرين ان انا اجتهدت، وهاخد اجر لو اخطات، مش ده ديننا ولا ايه؟ ففكره مين يقول ايه، كل واحد يقول اللي بيقوله، بما اني حاسه اني لا اهين نفسي ولا اهين ديني ولا اهين احد،
دي حاجة. فأرجع للبرنامج إنه بقدم فقرات مختلفة، بقدم بحط إيدي دايما، بحاول طبعا على النجوم في مهنتهم، مش لأن كل مهنة ليها نجومها وليها مبدعيها وليها اللي بيحبوها الموهوبين فيها. فأنا ما بشوف حتى عبر السوشيال ميديا مين اخترع ايه، مين عمل ايه، مع فريق الاعداد بقول له انا عايزه الشخص ده، انا عايزه الشخصه دي، انا عايزه. حتى لو واحده بتعمل شغل اكسسوارز، بنوته صغيره، يعني استضفت بنات عندهم 12 14 سنه، لانه ده حافز للجيل انه اشتغلوا، اتعبوا، فكروا، هتحصدوا تعبكم. والسوشيال ميديا النهارده سهلت الناس انها تشتغل من خلالها. جانب ممتع يعني، دايما لما الناس تقول ان انا اعيش في الباب، لما تفتكر فلان الحلميه بداياتك وتفتكر دورك مع شريف منير والناس تبقى حافظه، يعني ده جانب ممتع. بصي هرد عليك الرد اللي رده عمر الشريف رحمه الله عليه، قال لك الناس استمتعت، انا فين؟ وجعتني قوي الجمله لما سمعت له الانترفيو ده. فعلا احنا استمتعنا بالشغلانه، واحنا اثناء الشغل وانا بصنع الدور وانا بخلق الشخصيه وانا بخليها لحم ودم، من كلام في سكريبت وسيناريو لشخصيه لحم ودم بتتكلم، انا متعتي في الخلق ده، في 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 في, في, في بنى الشخصيه ده، واخده بالك؟ خلصت ابقى مبسوطه لما رد الفعل عند الناس بيبقى كويس ويقولوا لي برافو ومبروك وكده. دي ترند على يعني اللي انا عايش في الباب ابي ترند، وكوميكس طول الوقت انا وعبلة كامل طول الوقت الكوميكس بقعد اضحك. يعني ايه الدور اللي يرجعك تاني؟ الدور اللي مكتوب حلو. لا نفسنا دلوقتي تعملي دور، انت بتقولي انا عايزه ارجع للدور ده، انا عايزه الدراما تحط الضوء شويه على امراه الاربعينات، مشاكل المراه في سن الاربعين مهم. يعني ده كان بيتعمل في السينما مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عبر سنين طويلة، واخدة بالك؟ وناقشت قضايا كتير زي أريد حلا، ما دي كانت امرأة في سن الأربعين ومشاكلها مع جوزها، والفيلم ده غير قوانين في قانون الأحوال الشخصية. عايزة أعمل الرومانسية عند المرأة في سن الأربعين، أزمة منتصف العمر عند الست وعند الراجل وهي أسبابها، حاجات مواضيع كتير على فكره. لو قلنا تقولي كلمه للمتابعين كده كده مش فاهمينها، تقولي لهم كلمه ما تاخدوش قرارات وما تحكموش على حد من غير ما تتاكدوا، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حابين نعرف ايه الروتين اليومي بتاع الفنانه بتاعتنا اللي محافظه على اشراقتها دايما ومتالقه دايما؟ اولا انا قافله بقي عشان وزني يبقى تمام، بلخبط ساعات بزيد 2 3 4 كيلو بس لازم انزلهم على طول، ما بسيبهمش يبقوا 5 6 7 كيلو. ده طول عمري بمشي على الاقل 3 مرات في الاسبوع على الاقل، لو قدرت كل يوم بعمل كده، بس في ايام ما بقدرش. ايه تاني؟ تنامي كويس، تاكلي 5 الوان في اليوم، الاخضر الاحمر الاصفر الاورنج، طماطم خيار فلفل بالوانه، برتقان، جزر، فجل، جرجير، كل الحاجات دي. يعني المكونات دي هتحطيها في طبق سلطه، انا يوميا لازم اكل جرجير. عارفه الجرجير لو مفيش جرجير بقعد اهرش له، فاهمه ازاي؟ بتنصحي بيها بنوتك دايما؟ بس ما تسمعش الكلام، الجيل ده مريع، ما بشربش حاجات ساقعه خالص، منع السكر نهائي، الا اذا في عزومه في كده ممكن اخد لي حته ايس كريم بتاع حاجات، بس افري ناو اند ذن بقى، يعني ما تبقاش الحياه اليوميه فيها سكر خالص. ايه كمان؟ بس